يعني كانت عندنا مجموعه من الاصابات من 3 سنين كتيره قوي وبعدد كبير ومبالغ فيه، لكن بيتهيألي من سنتين ثلاثه الدنيا بدات تقل شويه. يعني جبنا جهاز طبي على اعلى مستوى، جبنا اجهزه كمان على اعلى مستوى. يعني في الوقت الحالي تقريبا عندنا اكرم توفيق كان رباط صليبي مع المنتخب، وعندنا عمر حمدي كان رباط صليبي برضه في كاس العالم للانديه في الامارات، وبيرسي تاو تقريبا ممكن بقى ينزل معانا النهارده او بكره، مفيش حاجه ان شاء الله. يعني محمد هاني ممكن ينزل معانا النهارده او بكره باذن الله. اسلام محمد محمود خلاص بقى بيتمرن، يعني الحته الفنيه بدي عبد الراجل، يعني محمود متولي كمان نزل. اسلام محمود متولي نزل خلاص معانا. اسلام عبد العظيم كليه العلوم الذهنيه والاحتياجات الخاصه، بيقول لحضرتك هل قال له بيانج جاله عقد احتراف خارج مصر والنادي الاهلي هيسيبه؟ بص اسلام، يعني في الاول والاخر عندنا رولز كده في النادي بتبقى ماشيه بخطوات معينه. اولا احنا في نص الموسم لسه ما عملناش حاجه في الموسم خالص على المستوى المحلي او المستوى الافريقي، يعني كل اللي لعبناه يعني 10 مباريات في محليا في الدوري، وكل اللي لعبناه ما خلصش حتى دور المجموعات في افريقيا. يعني بعد نهايه الموسم انا من الناس برضه مقتنع تماما ان مش عيب، بالعكس دي حاجه حلوه لو جات لنا عروض العقد ندرسها، لكن زي ما قلت في رولز كده في النادي بتتعرض على المدير الفني مدى اهميه اللاعب ده للفريق، مدى احتياج الفريق للاعب ده، وبعدين بنرجع لجنه التخطيط وبعدين كابتن محمود الخطيب وفي الاخر رابط القرار. شهاب وهاجي سعد كليه التمريض بيقول لك اهم بطوله حصلها النادي الاهلي في التاريخ. بص بص يعني في حاجات بتبقى تاريخيه عمرها ما هتتنسى ابدا. في حاجات انا اشوف ان واحده من اهم المباريات او من اهم البطولات على مدار التاريخ كله، مهما عدت مباريات وجت مباريات وعدت بطولات وجت بطولات، هو دول قفشه التاريخ. بالنسبه للنادي الاهلي طبعا حلم من احلامي ومن احلام النادي كاداره وجمهور وجهاز ولعيبه ان احنا نحقق الثالثه على التوالي، ما اتحققتش خالص على مدار تاريخ افريقيا كله. صحيح ان احنا اصحاب فضل كاس العالم، كاس العالم مش هروح من مصر باذن الله، كاس العالم انديه. طب الاول يعني ما تفكرش في الدين قبل واحد، خلينا هنروح عشان نروح كاس عالم ناخد افريقيا الاول. ماشي، وان شاء الله احنا نحقق افريقيا بس لثالث مره، ودي بالنسبه لنا هتبقى رقم او حاجه تاريخيه ما حصلتش خالص في تاريخنا او في تاريخ اي نادي افريقي. صحيح ان اصحاب اكبر عدد من الالقاب 10 القاب، وصحيح ان حققنا الثنائيه حوالي مرتين 4 مرات، يعني حققناها في 2005 و2006 و2011 و2012 و2013 و2020 و21 ان شاء الله الرحمن باذن الله، لكن 2020 فان شاء الله نحقق الثالثه على الدوري وبعدها كاس العالم.